الفيديو ده رسالة لمحمد صلاح ومحبين محمد صلاح واللي كانوا محبين لمحمد صلاح، وأنا واحد من كنت محبين محمد صلاح لأنه كان فخر العرب وكان قدوة لكل أطفالنا اللي هم يشوفوا محمد صلاح المسلم اللي غزا الدوري الإنجليزي في أوروبا واللي مربي دقنه واللي مسمي بنته مكة واللي بيركع ويسجد بعد كل صلاة. فأنا واحد من الناس اللي تابعت ليفربول لأول مرة في حياتي من أجل عيون محمد صلاح، لكن من بعد اللي حصل لغزة والتصرف اللي هو عمله اللي هو ليه كامل الحرية فيه يعمله أو ما يعملوش أو يعمل غيره ده كامل الحرية فيه، فساعتها ما كانش ليا أي شغف إن أتابع ليفربول أو محمد صلاح تاني. لكن اللي خلاني إن أتكلم النهاردة عن محمد صلاح لازم ابتداء نعرف إن لازم ندي حسن النية لأي شيء، ممكن كل واحد على حسب مقدرته يقدر يعمل ايه وما يعملش ايه، لكن حسن النية لازم يكون متوفر. بس كقدوة ومثل زي ما كان محمد صلاح حاطط نفسه أصبح مش في الصورة اللي كنا متخيلينها بالظبط. فامبارح بالليل أو صحيت النهاردة الصبح على حلم شفت لمحمد صلاح إن أنا قاعد قدام بيت فاخر موجود، وتقريبا كان معايا قاعد قدام قفص او مشان تعيش ومعايا 4 ترغيفة فينو، الاربعة مفتوحين لكن الاربعة فاضيين. فمحمد صلاح جاي هو ومجموعة بيضحكوا وكلهم داخلين البيت الكبير دوت، ومحمد صلاح في نصهم. فانا اللي خدت رغيفين فاضيين قلت له يا محمد لو انت داخل جوه حط لي في السندوتشين دول حلاوة طحنية أو حلاوة وهاتهم لي. فطبعا ضحك ولبى، بس ما كانتش ضحكة سخرية، الضحكة الجميلة بتاع محمد صلاح، وخد السندوتشين ودخل. فاتأخر كتير جوه، فأنا استعوقته ورحت ماسك السندوتشين التانيين الفاضيين ودخلت البيت اللي هو دخلوا مع المجموعة اللي كانوا بيضحكوا كلهم. فلما دخلت لقيت واحد ببنطلون وقميص قاعد مقصوع على كرسي وحط رجل على رجل، فأول ما شافني قلب وشه. فلما قلب وشه أنا ما عملتلوش أي اعتبار وفضلت أبص وأدور جوه البيت على محمد صلاح ما لقيتوش خالص. فهذه رسالة لمحمد صلاح نفسه، ربما تكون تنفعه في شيء، ربما يكون خير ليه، ربما يكون شر ياخد باله منه. محمد صلاح انا عن نفسي بقول لك ان هو على شيء حسن، يعني ما اظنش فيه الظن الكبير لحد يوديه لاقصى الشمال، لكن ممكن يكون الرؤية دي او الحلم دي انذار ليه ان هو ممكن يكون متاخد في سكة وهو مهيأ له ان هو فرحان مع الناس دي، وممكن ما يكونش شيء سليم، او ممكن يكون الشيء اللي هو بقول له هات منه حلاوة ده خد الحلاوة اللي معاه او خد الشيء الفرحة اللي هو فرحان بيها واختفى، الله اعلم. انا مش مفسر احلام، لكن الفيديو لمحمد صلاح ولكل واحد من محبين محمد صلاح يبعته له او اي حد من بتوع تفسير الرؤى يوضحه ويبعته لمحمد صلاح. السلام عليكم.